هنا نكمل هذا المثال. عندنا موف الاي 88 وعندي موف البي هو 99. اول حاله انه نريد عمليه الجمع بين الرقمين، ناخذ ال 88 نحولها بالباينري تطلع هاي القيمه، وناخذ ال 99 نحولها بالباينري تطلع لي هاي القيمه. بعدين عمليه الجمع بيناتهم، صفر ويا الواحد واحد، صفر ويا صفر صفر، صفر ويا صفر صفر، واحد ويا الواحد هو صفر واحد، اذا صفر ناقمته واحد، اذا بحاله حاله الاكسلر قيمته واحد. صفر ويا الواحد هو صفر واحد، وعدي ذاك كواحد فصار صفر واحد. صفر ويا الصفر هنا بقى واحد آخر واحد، صفر ويا صفر تنزل صفر، وهنا واحد ويا واحد وصفر، وهنا زايد واحد، وأفر حكيري يصير واحد. إذن أنا أول حالة الكاري والإكزيلر كل واحد واحد. نجي على العمليات السابقة اللي هي بقت لي الساين، نجي على أول بيت قد قيمته صفر، نجي وراء الزيرو فلاج، هل الناتج أنا قيمته صفر؟ لا عندي قيمة، إذا بما أنه عندي قيمة القيمة صفر. زين البيرت نحسب عدد الواحدات، واحد اثنين، إذا هنا عندي هو عملية الزوجة قيمته واحد. إذا هنا عندنا الكيري لا هنا عنده كيري فلاج وواحد. زين مثال آخر، موفيل اللي هنا عنده 88 حولتها للباينري، وموفيل بي 39 حولتها، أريد عملية الآد للبي. عملية الآد بهم أيضا جمع، بعد الجمع راح نجي صفر ويا الواحد تنزل واحد، صفر ويا صفر صفر، صفر ويا صفر صفر، واحد ويا صفر صفر واحد، إذا هنا أكسلر قيمته واحد. هنا أدي صفر ويا واحد ويا الواحد الموجود هناك صار صفر واحد، هنا أنا أدي صفر واحد ويا الواحد صار صفر واحد، هنا ينزل واحد وهنا ويا واحد واحد، هنا الكيري قيمته صفر. نجي هنا عندنا نجي بعد نجمع قيمة، نجي على قيمة الساين هو واحد، لأن أول بت هذا اختبره، هل الناتج زيرو؟ الجواب لا، إذا بما أنه يعني أكو قيمة إذا هنا صفر. هنا عندي الأكسلر قلناها البيرت نحسب عدد الواحدات، واحد اثنين ثلاثة، إذا هنا عندي بما أنه هو فرد راح أخلي قيمة الصفر، وهنا الكيري فلاج ما موجود هو قيمته صفر. هنا عندنا مثال أيضا آخر اللي هو عندنا موفيل أي صفر صفر وموفيل بي هو 49 عن طريق الصب. إذا أدي هنا الأي هاي قيمتها هي قايل الصفارة، وتسعة وأربعين هي المثلة بهذا الرقم، مثل أربعة بالباينري وتسعة بالباينري. بعد عملية يريد من عند الصب، بما أنه عملية الصب لازم نحول حتى نحولها إلى عملية جمع، حتى نحولها إلى عملية جمع نطلع إلى تو كومبليمنت. شلون تصير عملية الكومبليمنت؟ لازم نسوي أول شيء وان كومبليمنت، بعدين نحولها تو كومبليمنت. عملية الوان كومبليمنت شو نسوي؟ ناخذ هذا الرقم كل زيرو يصير واحد، وكل واحد يصير زيرو، بعدين نضيف له واحد يتحول إلى عملية التو كومبليمنت، وهي مثلتكم الطريقة. هذا النتج الناتج إنه بأجي أطلع جمعة ويا من الجمعة ويا أول قيمة تطلع لي هو نفس القيمة. إذا بعد ما أنه نفس القيمة تطلع لأدنى الأول رقم الساين هو واحد، نجي على الزيرو، هل أكو قيمة؟ موجودة قيمة بس هنا يعني ما طلعت للصفر، إذا قيمته صفر. أكزيلاري موجود؟ لا زيرو. الكيري فلاج زيرو. عدتي العدد هنا الواحدات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذا هو زوجي هنا قيمته واحد. هنا ايضا مثال اخر، هنا عندنا اي الاكس هنا هاي القيمه مطنيها بالباينري، والبي اكس هاي القيمه مطنيها بالباينري، نسوي عمليه الاد. حتى نسوي عمليه الاد مجرد نجمع جمع عادي، بعد عمليه الجمع راح نشوف هنا اول قيمه للساين هي هنا عندنا اوفر فلو. الاوفر فلو هو لما تكون القيمه متحوله بين البت العاشر والدعش، يعني هنا يصير اكو عمليه تحويل اوفر، يعني هنا من نجمع نحسب وين البت الدعش بين البت 11 12 راح تكون عمليتها واحد، نضيفها الساين، نجي اول قيمه هي قيمتها زيرو، نجي هل نحسب هل اكو قيمه؟ اذا الناتج اكو قيمه، اذا بما انه اكو قيمه نخلي زيرو. الاكزيلاري اكو اكزيلاري هنا صار تحويل؟ لا ما صار بين هذا الربع هذا الربع ماكو اكزيلاري. زين البيرتي هل نحسب عدد الواحدات؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه، اذا هو فردي فيكون هنا قيمته زيرو. كيرف لاك ماكو قيمه كيرف وهي قيمته صفر. هنا أنا أيضا عندكم هومورك اللي هي تمثلوا لي هنا، وهنا عندنا مثال آخر عملية الآد وعملية البي أيضا تضيفوا لي على الكلاس. وشكرا جزيلا لإصغائكم.